حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشه قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك قلت لوددت والله اني لم احج العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم ففعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري